أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. إخوانكم جمعية يافا للإغاثة الإنسانية المرحلة الثالثة لتوزيع اللحوم على العائلات المستورة وعلى جميع الأحباء، رسالة من جمعية يافا للإغاثة الإنسانية إلى العائلات المستورة، كل عيلة مستحية يا إخوان ابعتوا أي حدا إن شاء الله حتى توصل لحمة للجميع. إحنا طبعا هدفنا نوصل لأكبر عدد ممكن، فإن شاء الله نوجه رسالتنا للجميع، أي عيلة مستحية ابعتوا أولادكم ابعتوا أي حدا إن شاء الله إحنا بنعطيكم اللحمة. وهذه طبعا المرحلة الأخيرة لتوزيع 33 عجل، فالفضل لله سبحانه وتعالى. فيا إخوان أسرعوا، كل عيلة لسه ما أخذت تيجي تتواجد في ساحة مسجد الجبلية. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.